أرحب مجددا بجميع المشاهدين. ضمن فعاليات مهرجان بيروت لعروض الشارع أطلق الفنان والكاتب رأفت مجذوب فكرة مبتكرة. الفكرة تقوم على وضع منحوتة في شارع الحمراء تحمل اسم مال عام، وداخل هذه المنحوتة يرمي المواطنون القطع النقدية التي سوف تكون من نصيب الجميع طيلة شهر المهرجان. تفاصيل أكثر عن هذه الفكرة المستوحاة من إيطاليا وغيرها من البلدان في تقرير ساندرا سعد. تنامي ظاهرة المتسولين في الشارع وتزايد التقوقع على الذات في التركيبة المدنية لبيروت دفعا المهندس والكاتب رأفت مجذوب الطرابلسي إلى ابتكار تجهيز فني حمل عنوان مال عام. هذا التجهيز مبني على صورة مرة شحادة قاعدة بالشارع يلي هي قاعدة ساكتة وناطرة شيء. فأوقات بتبين يعني قد منها مش موجودة بالنسبة للعالم اللي رايحين وجايين لأنه تعودوا على هذا الشكل، بتحسيها بس ناطرة إنه حدا يشوفها أكثر من ناطرة حدا يعطيها مصاري. سميتها مال عام بالضبط لأنه كل ما نسمع عن المال العام بيكون عم نحكي عن شيء ما فينا نقدره، يا أما شيء بيتعاملوا معه بس سياسيين أو شيء عم ينصرف بهدر أو شيء، يعني عنا علاقة كثير غريبة مع المال العام. سو إذا حطيناه هذا بالشارع، إذا قلنا لبعض إنه فينا نحن نعمل مال عام، فينا نحن نصرف مال عام ونشارك المال العام، شو ممكن يتغير بمفهومنا للمصاري الموجودة بين بعض؟ يمر الناس بالقرب من التجهيز، منهم من لا يكترث به ومنهم من يبالي ويضع فيه النقود، وهكذا تتوفر بعض القطع النقدية لمن يبحث عنها. حسيت إنه إذا كانت الشحادة ويشينج فاونتن كان الناس تعطيها مصاري أكثر مما إنه إذا كانت شحادة. قررت literally أعمل هيدا الشيء، أعمل wishing fountain شكله شحادة وجمع فيها مصاري ومين ما كان بالشارع فيه ياخذها. ولا مرة بحياتنا اليومية عن جد نشارك شيء. So جزء من التجربة إنه كيف ممكن نتعامل مع الشيء بيقلنا إنه تعالوا نشاركه، خصوصا إذا كان مصاري. حول رأفت مجذوب المتسولة إلى نافورة أماني، لأن الناس لا يبخلون على أمانيهم لكنهم يتجاهلون المتسولين وينسون أنهم بشر. عل هذا التجهيز يذكرهم بالإنسانية. ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت. وهذا العمل الفني والاجتماعي يحمل رسالة للتضامن والتعاون داخل المجتمع.